نعم بابا. نهاد، إذا في معك وقت خلينا نتغدى سوا. مستحيل، عندي اجتماع ضروري. بس لازم نحكي، فيني شوفك اليوم؟ الموضوع مهم. شو الموضوع؟ أنت وأنا وأمك. بحكي معك بس خلص اجتماع. طيب، عم بستنى تليفونك. بابا قال بده يشوفني ضروري. أكيد حبيب يزعجني. مرحبا، كيفو حبيبي اليوم؟ مشتاق لك روحي. آسفة اجيت من دون موعد. من اليوم ورايح رح تلاقيني هون وممكن تملي من كتر ما بدك تشوفيني. ما بيصير تحكي هالكلام، لو بعرف انك هون كنت اجيت عبكير. مريت لعند ماما، كان عندي شوية شغل، خلصته واجيت فورا. منيح اللي اجيتي. شو عم تعمل يا روحي؟ عزبتها للتيتة يا حياتي؟ ما في اهدى منه، بجنن. كيف صرتي هلا؟ منيحة. بس خلص قررت احكي مع نهاد. عن شو بدك تحكي له؟ لازم يعرف. بدنا ننفصل انا وحلمي. اليوم قلت له لحلمي. فكرت وما عاد فيني استمر يا بيسان. يا الله. اساسا كتير تاخرت بهالشي. كان لازم اخذ هالقرار من زمان كتير. ما عاد اوثق بحلمي وما فيني احترمه ابدا. مستحيل استمر معه كانه ما في شي. اهدي ولا تفكري بشي. اليوم أنا رح كون ضيفتكم. طبعاً، هذا البيت بيتك. طيب، أنت روحي تغدي وأنا بطعميه. خلص أكل، خليني روح غير له حفاضه. تقبرني حبيبي، خلصت أكل؟ برافو عليك، صار زلمة كبير ما شاء الله. ها يا عمي، أكيد يا حبوبي. أهلا وسهلا حياتي. أهلين فيك يا عمري. مرحبا ماما. أهلا وسهلا يا ابني. في معي ضيف. تفضل بابا. مرحبا. أهلا وسهلا. مرحبا أروى. وينه البطل؟ عم بتغير له. تفضل بابا. بابا اتصل فيني اليوم وقعدنا بمكان وتفاهمنا، ما تركنا موضوع إلا وحكينا فيه واعتذرنا من بعضنا بسبب الأخطاء اللي عملناها بالماضي. بصراحة أنا كتير حابة أعرف عن شو حكيته. كل شي. بابا حكالي كل شي صار ماما. أنا مستغربة كتير لأنه قدر يحكي لك. نهاد سمعني منيح يا أروى، بس أنت ما عم تسمعيني. أنا ماني حابب أخسرك أبداً. اجيت على هالبيت مشان اعتذر منك. يا ريت لو كانت جيتي على هالبيت مشان اعتذر من نهاد وبيسان على كل شي صار بيناتنا. أنا كتير محرج ومقهور من الشي اللي ساويته معك. أنا زلمة عصبي وبعصب أكتر لما بحس إني عم بخسر شي غالي. لهيك أنا كتير عندت. وهالعناد كان ممكن يستمر سنين. يعني زلمة مثلي لا يمكن يشوف حفيده إلا بعد ما يكبر ويمشي على رجلي. بس وقت يلي كنت عم بعتذر من نهاد كنت عم فكر فيك يا أروى. حابب تعرفي إنه قيمتك كبيرة عندي ومستحيل أتخلى عنك. بيسان روحي، ممكن تحطي صحن تاني على السفرة؟ آه طبعاً. رح نتعشى مع بعض؟ نتعشى. اجا حفيد جدو. اهلا
اهلا وسهلا. اهلا فيكي. يلا تعالي قلب ابوك. انت شو عملت اليوم؟ لك شو عملت؟ تعال شوف مين هون. ما شاء الله كتير كبران عن المرة الماضية. ما شاء الله شهيته مفتوحة للأكل مثل أبوه. حبيبتي بيسان قلي لي شو بقدر ساعدك. لو سمحت قعدي، كل شي صار جاهز، بس دقيقة وبيجي فورا. Mm-hmm.